في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لا سيما تلك المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني. تمكن أفراد المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية قامت بانتحال صفة الهلال الأحمر الجزائري بهدف إنجاز عملية استيراد غير قانونية وإدخال سلع أجنبية الصنع إلى التراب الوطني، وذلك عن طريق التهريب باستعمال أختام وتوقيعات مقلدة لموظفين وإطارات تابعين للهلال الأحمر الجزائري والمفوضية السامية للاجئين الصحراويين وبيعها بطريقة غير شرعية، حيث تعمل هذه الشبكة المتكونة من إطارات ومتعاملين اقتصاديين ووكلاء عبور ومصرحين لدى الجمارك ينشطون بطريقة غير شرعية من خلال إعداد ملفات استيراد غير قانونية في شكل هبات ممنوحة للدولة الجزائرية. هذه الملفات تحتوي على وثائق وأختام مزورة. نتائج التحقيق أسفرت على أن هذا الأسلوب تم اعتماده من طرف تجار الحقيبة أو ما يعرف بالكابة من أجل إدخال بضائع أجنبية عن طريق الحاويات للتهرب من الإجراءات القانونية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي يتم منحها للهلال الأحمر الجزائري اعتبارا لنشاطه الخيري، وبيعها لتجار غير شرعيين دون فواتير أو وثائق تثبت العملية التجارية المجراة. العملية أسفرت عن توقيف 8 مشتبه فيهم من بينهم امرأة، فيما لا يزال 3 آخرين في حالة فرار، كما تم حجز 4 حاويات بميناء الجزائر قادمتين من دول أجنبية تحتوي على 510 طرد من ملابس وأحذية وحقائب مستعملة، بالإضافة إلى 4130 طرد يحتوي على زيوت محركات، 136,045 وحدة من مختلف مواد التجميل والنظافة الشخصية أجنبية الصنع، 1450 زوج أحذية من مختلف العلامات، 666 زوج أحذية أجنبية مستعملة، 4 أكياس كبيرة من الملابس المستعملة، و185 حقيبة مستعملة أجنبية الصنع. قيمة البضائع المحجوزة قدرت بما يفوق من 24 مليار سنتيم. كما تم تحديد وحجز عقود ملكية لعقارات ومنقولات تشكل عائدات إجرامية لنشاط هذه العصابة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد للجناية، جناية التزوير في محررات عمومية بانتحال شخصية الغير والحلول محلها، جنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من 3 أشخاص، جنحة النصب، جنحة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي عندها نشاط مهني وفي إطار جماعة إجرامية.